الموقع اللي رانا فيه فهمتني وين القمح اللين اللي تشوف في منطقه نتاع بيرين اللي كانت بكري فهمتني، ربما يقولوا ما تصلح حتى الا للمراعي. هذا اللي خلانا نحطوا الفلاحه باش يديروا تجربه، وخاصه الاخوه اللي عندهم تجربه في هذا الانتاج من ولايات الاخرى جاونا، وكثر خيرهم فهمتني، راهم على مستوى الولايه. احنا هنا رانا منتجي بذور وحبوب للقمح والشعير بالسقي، رانا نسقوا والانتاج وصلنا حتى ل 60 70 قنطار في الهكتار عندنا هنا في البيت. نطوروا في الخدمه هذه بالسقي، الخدمه التقليديه هذه راحت، اننا نعتمدوا على الامطار الموسميه، دوك رانا نسقوا فيها بالرش.